في وسط صحراء العبد إلى الشمال الشرقي لمحافظة حضرموت، وبين هذه العشش المهترئة يعيش المئات من النازحين ومن مختلف المحافظات اليمنية بعد أن شردتهم الحرب عن ديارهم. الحاج صالح ذو 60 عاما أحد أولئك النازحين، ككل صباح يحاول جاهدا إصلاح سيارته القديمة التي تمكن من النجاة بها لحظة هروبه، وبات يعتمد عليها في نقل المياه وكسب 200 ريالات التي قد لا توفر قوت أسرته المكونة من 12 شخصا. والله أجينا نازحين من الحرب، ومن صعدة رجعنا لا خمر، ومن خمر نزحنا لا هنا، وبعدها جينا واستقرينا هنا، ما حصلنا هنا الأمان قليل، ما فيش ضرب طيران ولا في أي حاجة، والوضع هنا عندنا ما هو مستقر، مشحتتين من بلاد لبلاد. وليس التشرد القسري وحده هو ما يوحد هؤلاء النازحين في هذا المخيم الصحراوي، بل وآلام الشعور بالحرمان والخذلان بعد أن وجدوا أنفسهم يفترشون الرمال ويلتحفون السماء دون ماء أو طعام أو دواء، بعيدا عن أعين المنظمات الإنسانية واهتمامات الحكومة. سنة وسبعة شهور وإحنا داخل العبر، لا حد ذكر إحنا ولا حد قال في نازحين هناك. نازحين ناس من حرض، ناس من الجوف، ناس من اليتمة، ناس من البقع، ناس من صعدة، نازحين من كل أرض، من تعز مجمعين لهذا المنطقة الغبرة، بين الضمى والتعب والجوع والبهذلة والنكد، لا فراش لا قماش لا أكل لا ماء. أطفال هذا المخيم يشكلون فصلا آخر من فصول مأساة النزوح، فقد بات البحث عن المياه وجلبها تقع على عاتقهم، وهنالك من اتجه للتسول، فيما أكبر أمنياتهم تختزل في العودة للمدرسة والأصحاب. أنا أرجع المدرسة حقي ولم أرى أصحاب ولا شيء. ومع كل هذه المعاناة لا يمتلك هؤلاء الأطفال ما يخاطبون به العالم سوى ابتسامتهم هذه لإنهاء معاناتهم ومعاناة مئات الآلاف ممن شردتهم الحرب في اليمن. واقع إنساني ومعيشي صعب يعيشه هؤلاء الناس الذين وجدوا في هذه الصحراء مأوى لهم بعد أن شردتهم الحرب عن ديارهم في ظل تجاهل تام من قبل المنظمات الإنسانية والدولية، فهل تلتفت الحكومة لهم وتنهي معاناتهم؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس، صحراء العبر، الحدود اليمنية السعودية.